السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فكره ان انت تحط الهاندر او سبورت واحده واحده بياخد وقت كتير، ولو حصل تعديل في الضغط او في البايب او في التول تري تاخد وقت في التعديل، ممكن تنسى حاجه بتشكل وحش. ففي اداه تعمل لك موضوع الهاندر ده ببساطه جدا، وفيها اكثر مشاكل كتيره، وبتعمل لي الضغط والكيبل تري والكونديت والبايب، ولما بتعدل بيتعدل اوتوماتيك، وبتعدل وبيشوف السايز اصلا بتاع الماسوره او بتاع الضغط، ويبدا يعمل السبيس بين المكان والمكان بشكل زي موجود في الاكواد. دي انواع كتيره من السبورتات تقدر تختار منها. خلينا نشوف فيديو سريع كده. ممكن يكون عندي ضغط كتير، فزي ما تشوف عدد كبير جدا، مجرد ان تعدل الضغط هو يتعدل معاهم. تختار شكل الهانجر اللي انت عايزه، وعايز المسافه تبقى بالمليمتر ولا بالانش، هو يبدا يحطهم لك كلهم في ثانيه واحده. فدي اداه مهمه جدا لميكانيكا وكهرباء. ده كيبل تري، وده الضغطات، ودي البايب. تختار بس النوع الفاميلي اللي انت عايزها، هو يبدا يحطها مرتبة بشكل دمتي. وطبعا هو بيوصل الهانجر ده لحد الدور اللي فوقيه على طول.